حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. احنا معاكم كالعادة من الثلاثة للسبت في حوار رياضي. اليوم ان شاء الله سنستكمل جزء من الحوار عن نهائي كأس سمو العهد. عندنا ايضا بعض المواضيع الاخرى، اجتماع الجمعية العمومية النادي العربي سواء اللي انعقد او اللي بينعقد ان شاء الله اليوم. عندنا ايضا بعض الاخبار الاخرى، تكريم ايضا رجل اعمال سامي الدبوس لنجمي فريق الكويت عبد الله بريتش وفيصل زايد. يعني كثير من المواضيع راح نناقشها مع ضيوفنا ومحللين متواجدين معنا اليوم. على اليمين مدرب الوطني كابتن محمد كرم اللي نقول له هارلك، بجانبه مساعد سكرتير عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق الدكتور محسن العنزي، على اليسار ايضا امين سر اللجنه الانتقاليه السابق في نادي القادسيه اخونا وليد الانصاري، واخر الحضور مساعد رئيس جهاز الكره في نادي كاظمه السابق اخونا صالح العنيزي. حياكم الله اخوان، صبحكم الله بالخير، يا اهلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا راح تكون موجوده على الشاشه. حلقتنا اليوم دسمه فيها اكثر من موضوع، وايضا نترك المجال للاخوان ايضا الحديث عن هذه المواضيع. ايضا الشكر لشركه التون جرافيكس اللي حاب يتواصل مع الوكيل الاعلاني لبرنامج الديربي، هذا هو رقم تليفونهم. شكر لرعاتنا وداعمينا شركة كويت ريد، مطعم التسيمو، مطعم سيامي يسطى، بن العميد، أطياب المرشود، تولز بيتزا، شركة الكويتية لخدمات طيران كاسكو، هاتف 2000، ديرندير، ومعرض بريمير سبورت، وكلاء جيفو وزيوس في الكويت، وأيضا ليمون لاين. قبل أيضا لا أبدي، خلا عزي أخونا العزيز يوسف الجاسم الإداري في فريق السالمية، وأيضا أخوي عبد الله الجاسم وكيل اللاعبين، وفاة والد يوسف الله يرحمه ويصير عم أخونا عبد الله الجاسم. نعزي الأخوان الاثنين ونسأل الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الله يرحمه. شلون؟ الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. نبدأ بموضوع أخذ كلمة من الأخوان عن نهائي كأس سمو العهد. أكيد الأخوان إلى الآن بالتأكيد لهم رأي، لهم وجهة نظر حول هذه المباراة. أبدأ مع أبو علي. أبو علي هارلك، شلون شفت المباراة أمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة طبعا المستوى الفني ذاك المستوى اللي هذا مستوى نقول متوسط، وإحنا قاعدين أقل من المتوسط، لكن أنا إذا بتكلم عربي، يعني العربي صراحة لعب، أنا أعتقد المدرب قاعد يلعب صح من بداية كأس ولي العهد، قاعد يسكر على الامكانيات اللي موجوده عنده، على قاعد يوظف اللاعبين صح داخل الملعب على امكانياتهم، لكن انا اعتقد في اخطاء بسيطه هي اثرت على نتيجه المباراه، ولا كنا نقدر ناخذ المباراه. يعني اول شيء طبعا يعني انت بهالمباريات لما تشوف فريق لدك، يعني مثل الكويت انا اعتقد انه مو هذا مستواه اللي نعرفه عنه، يعني فرصتنا كانت عندنا فرصه ذهبيه ان نفوز عليه أمانة، يعني حتى يعني الفرصة هذه فرصة السنوسي المفروض تنهي المباراة هذه، يعني نعم. لاعب محترف تضيع فرصة مثل هذه لعبها بطريقة يعني ما أعتقد أن المهم، هذه الفرصة من الفرص. وطبعا ضربات ترجيحية في أخطاء، أنا أعتقد حتى المدرب عنده أخطاء مع أنه قاعد يلعب بتكتيك صح، قاعد يلعب على إمكانيات مثل ما قلت اللاعبين الموجودة، لكن أنا أعتقد أنه كانت عنده أخطاء بالتبديل، يعني التبديلات ما كانت في وقتها ولا كانت صحيحه، اعتقد هي اثرت على نتيجه المباراه، والكويت ما كان افضل منه. نعم. طبعا حميد القلاف وسليمان عبد الغفور كان لهم دور في صد الرجاء، يعني حتى احنا ما توقعنا ان حميد يصد كم ضربه ترجيحيه، لكن اعتقد حتى الشوتات اللي لعبت ما كانت يعني فيها دقه ولا فيها، يعني على الاقل حتى انت لو بتحط الكره حاط، انا اقول بالضربات الترجيحيه لازم مع حط الكره القوه شويه ما كانت موجوده، فاعتقد هذه الاسباب اثرت على نتيجه المباراه. دكتور شوف طبعا نهائي ولي العهد ما فيه رابح وخاسر في ظل حضور سيدي سمو العهد والسلام على سيدي سمو العهد. طبعا مباراه كانت بين فريقين كبار، نادي العربي ونادي الكويت، نبارك حق الاخوان في نادي الكويت، اداره، جهاز فني، جهاز اداري، لاعبين، نقول هارلك حق الاخوان في نادي العربي. المباراه صراحه ما يميزها حراس المرمى. امس كان طبق المثل او المقوله القائله، يعني الحارس نصف الفريق.
توفقوا الحراس، هذا دليل تركيزهم، دليل الشغل اللي كانوا يشتغلون اخوي سليمان عبد الغفور واخوي حميد القلاف، سواء مع مدرب المنتخب او مدربين حراس المرمى في الانديه، التركيز كان عندهم جدا عالي. ابهرونا صراحه في 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 في, في الحماس في ركلات الجزاء، هذا يصد كره والثاني يرد عليه ويصد كره، فهذا دليل على قيمه الحارس. واذا انت تملك حارس طبعا اكيد بترتقي الى 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 منصات التتويج. لفت نظري صراحه الجماعه في نادي الكويت وفقوا في المحترف الجديد اللي جابوه من نادي خور فكان بسمارك. بسمارك لفت نظري صراحه، ثاني مباراه يلعبها المحترف من نادي العربي اللي جايبينه من الدوري التايلندي، مباراه صراحه كانت يعني متوسطه المستوى. قلت لك ما يميزها كان حراس المرمى صراحه. طيب. تالقهم ابو عمر. يعني اول شيء طبعا انا بارك حق اداره نادي الكويت وجماهير ولاعبي نادي الكويت الفوز، ومو غريب عليهم، وهاردك لجماهير النادي العربي ولاعبينه ومجلس ادارته. ومثل ما قال الدكتور المباريات مثل هذه يعني الفريقين ادوا كل ما عليهم وبالنهايه حسمت بركلات الترجيح. انا الحقيقه ودي اروح حق بعد ثاني، يعني ما بعد نهائي كاس الملعب. احنا قاعد نشوف لقطات من المباراه عزيز، شوف جماليه الملعب. نعم. حقيقه الملعب كان جدا ممتاز، أرضيته ممتازة، خدمات واضح أنها كانت ممتازة، بشكل عام الملعب ممتاز. إنزين الآن شنو المطلوب؟ هل المطلوب أن احنا ننتظر على الملعب لنهائي كأس سمو الأمير ويتسكر طول هالمدة؟ أنا الحقيقة لو كنت يعني مكان الأخوان في الهيئة العامة للرياضة لبعثت كتاب حق اتحاد الكويت لكرة القدم، أقول له يعني ما أدري إذا كان في يستطيعون إلزامهم أن كل مباريات الدوري القادمة تقام على استاد جابر، لما تنتلف الأرضية ويسوونها من جديد. يعني الملعب جاهز، أرضيته جاهزة، مرافقه جاهزه، مواقفه جاهزه، لازم الجمهور يتمتع بالملعب، يعني لازم اللاعبين ام اللي في الانديه الثانيه يشاركون في هذا الملعب. ايضا الاخوان في وسائل الاعلام، القناه الثالثه اللي تنقل الاجهزه والمعدات وغيرها، ما راح تشوف سقف متهاوي، ما راح تشوف ساعه ما تشتغل، الشغلات اللي المهازل اللي نشوفها في ملاعب الانديه. نعم. الاستاد موجود، ما في عذر الان انه ما يلعب عليه خلال المده الجايه. انا اتمنى الحقيقه انه يكون في يعني فرصه، لان هذه فرصه تدل على ان شنو؟ ان بغض النظر على الجانب الرياضي، في جانب اخر فيها، ان نعطي دلاله على ان مؤسساتنا الرياضيه وموظفينا الحكوميين قادرين على اداره المنشاه، فما احنا بحاجه حق احد يدير المنشاه. طيب عزيز بس اقول لك شغله صراحه، انا مع اخوي ابو عمر في الموضوع هذا، بس انا افضل ان الاتحاد الكويتي يرسل كتاب والجماعه اتوقع في الايام ما عندهم مانع ويرشح بعض المباريات المهمه. نعم. يعني انت اليوم بعض، يعني انا اذا عندي انا اليوم الاسبوع الخامس او الاسبوع السادس ارشح مثلا مبارتين، يلعب مثلا جمعه وسبت مبارات هني ومبارات هني، على الاقل لما يكون النقل نشوف ذيك الجماليه نفس ما قال ابو عمر. لاعب على الاقل يا طول عمر لما ينقل الباص، الباص يجي سيده، ما الكره ما تنط، الجولشي ما تطق قدام الكره تروح من هناك، فخلنا نستغل جماليه الملعب استغلال سليم يعني. نعم. ابو محمد رايك في المباراه؟ طبعا مبارك حق مجلس اداره نادي الكويت ولاعبي نادي الكويت، جماهير نادي الكويت، الفوز المستحق في كاس ولي العهد. المباراه ما زيد على الاخوان، المباراه كانت متوسط المستوى، اللي شدونا حراس المرمى كانت في مباراه بينهم وكسبها نادي الكويت. بنتكلم على العربي، العربي خذ يعني المباراه اللي يبي سواه بالمباراه، كان يبي يسكر، يبي يوصل للبلنتيات، والبلنتيات طبعا ضربات حظ، الفايز بتقول له مبروك والخاسر بتقول له هارد لك. فانا من بدايه البطوله اشيد بنادي العربي صراحه، ما كنت متوقع ان نادي العربي بيوصل للنهائي. نعم. نادي العربي وصل للنهائي، نادي العربي يعني اثبت انه يمرض بس ما يموت. نعم. طيب خل نوري بس ابو علي بشكل خاص، ويمكن الاخوان اللي تابعوا المباراه شافوا هذا المقطع، لكن ناخذ راي ابو علي في ما قاله معلق المباراه اخونا خليل البلوشي اللي نصبح عليه بالخير ونشيد ب يعني تعليقه على المباراه. شوف المقطع وبعدها سنعود. العربي يا رجل لو ما جابوا الا محمد كرم يكفي، هذا محمد كرم بس، محمد كرم رجل
الذي يتألق الآن على مستوى الاستديوهات التحليلية. الله شنو قال؟ ما سمعت. ما سمعت. محمد كرم. عيد مرة ثانية عشان نسمع. لا لا هو عشان تسمع منه. يطول الصوت واسمع ونعيده مرة ثانية. لا أقول شغلة والله حركات يبي أكد الجمهور. لا 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 عيد مرة ثانية عيد. أنت اللي بالوفرة سمع يا أبو علي. والله ما سمع ما سمع. خلينا نعيد مرة ثانية ما يخالف مخرج. ليش حق ايش حق؟ العربي يا رجل لو ما جابوا إلا محمد كرم يكفي. هذا محمد كرم بس. محمد كرم رجل الذي يتألق الآن على مستوى الاستديوهات التحليلية بشطحات. أنت قول لي وخلاص. يبقى قال محمد كرم يكفي لو تجيب من العربي محمد كرم الرجل يتألق الآن في الاستديوهات التحليلية. كفو مشكور. ما تقصر يا خليل ورحم الله والديك. بس اقول لك احنا ترى تقديرا لك حطينا المقطع تقديرا اللي يقولنا خليل بلوشي اللي ايضا ذكر اسم محمد كرم خلال تعليقه على المباراه و... نجم نجم يا سعود انت بتصجع مو على الارض ترى نعم اي ما تسمع دائما اتصالات وهذا ما تسمع بس نعم سعود ولو تصفون لا تسوون لكم حركه ولا تحطون سماعه عندي هنا يحطوا لك سماعه مسعود انا مشكور يا اخوي خليل ورحم الله والديك بعقب بس على رأي الإخوان اللي يبون المباراة باستاد جابر أنا يعني واحد من الناس كوني كاظماوي بتحط مباراة كاظمة فرضا مع صليبيخات كاظمة مع الساحل كاظمة مع التضامن بيلك على الاستاد هذا اللي يشيل 60,000 بيونك لا لا وقال اختار مباراة هامة مباراة هامة مباراة كاظمة مثلا مباراة جماهيرية مو يعني مباراة بس هامة جمالية الملعب جماهيرية يا أبو محمد خليك حقاني جماهيرية يا القادسية والعربي يا القادسية والكويت يعني ما يلعبون الفرق الثانية إلا القادسية والعربي والله 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 لما تقعد بالملعب وتشوفه أسكره وتشوفه أسكره أسوي مثلا نفس أوروبا مرات يسكرون الملعب تسمع فوق تسمع صدى الصوت يحطون علم يحطون تسمع صدى الصوت هذا يعني بسألك سؤال بتلوح كبدك من المباراة أنا بقول لك شغلة أنت اليوم 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 الحين لما أنت تسوي رأي تروح للمدرجات ها شو يقول يا جماعه تكفى مدرج متهالك مكان منظيف ما في حمامات زين ما في حمامات زين انت لما انا ليش ما تسويهم خلني اتفضل لك بس الله يحفظك لما انت توفر لي الامكانيه هذه وفق الجماليه هذه زي ولا احضر ولا ما احضر والله والله ودنا نروح الملعب بس صراحه تبي الصدق لما نروح الملعب على الاقل يمكن انا اليوم لما اروح الملعب جزاهم الله خير اخواني يقدرون يقعدون مكان زين زين غيري يقعد بمكان انت شوف ذاك اليوم الصوره مال نادي العربي صحيح تذكرها صحيح اللي حطيتوها صحيح انا قاعد اقول شغله انت انا ابذل الاسباب يعني اوفر نعم. الامكانيات وبحضر الجمهور نعم بحضر اتكلم طيب. عن مباراه مهمه جماهيريه اي اقول لك لكن بتقول لي بتحط لي كاظمه مع صليبيخات كاظمه انا راح استوى واحد راح يكون بلاد كاظمه نفس الشيء اقول لك اقول لك شيء على الاقل بشيء اصغر راح تسمع صدى الصوت صارت فينا والله تسمع صدى الصوت اوكي خلنا ننتقل لهذا الموضوع يحتاج لنقاش عزيز قبل ما تفضل والله عندي تقارير وايد يا جماعه بس انا كان ودي ان انا اسبق بالتهنئه يعني وخاش الموضوع بس ما شاء الله اكونت برنامج الديربي على طول نزل الخبر نعم. انا ابارك الحقيقه للرياضه الكويتيه ان شاء الله بعد 10 ايام نعم. افتتاح او تشغيل نعم. صاله مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله احنا حاطينه ترى من ضمن لا تقرير لا مو تقرير يلا اوكي مو مشكله تفضل ما دام فتحت الموضوع تفضل احنا بنحط صور مجهزينها وجهه نظري شنو وجهه نظري صاله مجمع اللي بصباح السالم صباح السالم ان شاء الله البطوله الاسيويه اللي راح تقام ان شاء الله من تاريخ ادري صاله شنو 16 هي صاله كره يد طبعا هي يد وسله وباله زي مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله هذا يم صوت الجود نعم. احنا يمكن في اكاونت الديربي عزيز من يومين اعتقد نعم. كان في انتقاد على بعض الامور في الصاله للامانه اليوم لما تشوف انت الصاله تشتغل وتكون مفخره الحقيقه للشباب الكويتي هذا اللي نبي احنا يعني نعم. اكيد الانتقادات اللي كان يوجهها البرنامج مو كرهم في المنشاه نعم. لكن رغبه ان الصاله هذه تشغل ويستثمرون فيها شباب الكويت نعم. وللعلم ترى هذه البطوله يعني بطوله مهمه تستضيفها دولة الكويت أتوقع نعم. ثاني أو ثالث مرة نعم. يعني أنا أذكر سنة 78 أو 77 استضافتها وسنة 95 أو 96 فهذه الصالة مثل ما احنا نشوفها يعني مثل هي حلم لشباب الكويت تم افتتاحها لكن ما تم تشغيلها اليوم يتم تشغيلها وأنا الحقيقة يمكن من مدة شفت العمل خارج الـ يعني على الشارع العام يبين إذا أنت تروح الدار السادس
الحقيقه يعني عمل على قولتهم على قدم وساق. ونتمنى واحنا عزيزي يعني بعد اذنك يعني انا ما اقدر اتكلم باسم البرنامج بس انا متاكد ان البرنامج يعني داعم للهيئه ولاي جهه حكوميه او اي اتحاد يكون يعني عنده قدره انه ينظم مثل هذه البطوله في مثل هذه الصاله اكيد راح يكون دعم اعلامي متكامل له. طيب احنا قاعد نشوف لقطات للصاله نشيد باهتمام الاخوان اعتقد يعني معلم حضاري صراحه راقي بالتاكيد بطوله غاليه بطوله اسيا لكره اليد مؤهله لكاس العالم في مصر يعني نشوف مثل هذه مثل هذا المجمع مثل هذا المشروع شيء يفرح صدر ابو علي. اي والله احنا قاعدين نتكلم عن المشاهد وهذا اللي نبيه والله امانه يعني شيء يثلج الصدر على نقول. نعم احنا نتمنى اتحاد الكويت لكره اليد ايضا يبدا يرتب عمليه التشجيع يعني ان تكون روابط الجمهور كلها موجوده واكيد الحضور يعني هم مثل ما قال الدكتور محسن انه ما يكون في مشاهد مثل هذه الجمهور العوائل الاسر كلهم ودهم يروحون. صراحه ذاك اليوم انا يعني التقيت باخوي قايد العدواني. نعم اي والنعم. وطبعا اخوي قايد رجل خبره ورجل تاريخ رياضي ورجل عضو في اتحاد كره اليد فقاعد اساله عن الموضوع هذا قال يعني ان شاء الله بتشوفون شيء مختلف في البطوله هذه بس صراحه طلب مني شغله واحده قال تكفون لا تخلونا من دعمكم يعني احنا نقول حق ان شاء الله وهذه رساله من مني ومن الاخوان من على اخوي مسعود البرنامج وكلنا وراكم بالنهايه انت ولد الكويت وجايين ترفعون اسم الكويت صحيح. سواء تنظيميا واحنا ورا المنتخب وداعمين المنتخب وان شاء الله بتشوفونا وياكم قلبا وقالبا يا ابو حمود بالعكس انتم ما طلبتوا شيء هذا جزء بسيط نقدمه لعيالنا واخواننا بسبيل نرفع علم هالدوله ان شاء الله. خلنا ننتقل لأول تقرير. الجمعية العمومية للنادي العربي انعقدت برئاسة السيد عبد العزيز عاشور وتم من خلالها تعديل بعض الأمور. خلنا نشوف هذا التقرير وبعد ذلك سنعود. بناء على طلب عدد 300 عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحين في ناس رايحين بالجليد ويقدون يعني أن دعوتهم صحيحة وهي دعوة غير قانونية وخاطئة فتم توضيحها بصورة أوضح وأكثر موافقين؟ فكان الاشتراك الانتسار 50 دينار وهذه تدفع مرة واحدة عند الانتسار الإخوان طلبوا أن يكون رسم الانتساب 250 دينار تدفع مرة واحدة موافقين؟ تسديد الاشتراك السنوي كان 10 دنانير الإخوان طلبوا الآن أن يكون 36 دينار في السنة وأيضاً أكرر هذا مورد للنادي يعني 3 دنانير بالشهر يعني 100 فلس باليوم وهو مبلغ أتوقع مناسب لموارد النادي موافقين؟ رفعيتكم بشوف رفعيتكم كلهم نبي الكل يرفع ايده عشان نتأكد ولا حد باكر يقول لأن الصحافة تصور الأسماء المقدمة لهذه اللجنة التي وتباشر مهامها فورا من هذا اليوم بعد موافقه الجمعيه العموميه السيد مصطفى جمعه شعبان ميرزي لا هو معانا ولا مع غيرنا رجل يمشي على الحق وهذا اللي كنا نبيه ومع الأسف الإخوان السابقين ما كانوا فيه أخيرا يعني إن شاء الله صفحة مزعجة انتهت وانطوت كانت تقلق العرباوية وما كان لها داعي تم لازم الكل يعرف
اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشبهات التزوير التي شابت أي جمعيات عمومية أخرى، وتحويل الأشخاص إلى الجهات القانونية لاتخاذ إن شاء الله العقوبات اللازمة. اليوم أثبتنا للجميع أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي العربي اللي وقفوا ويانا من قبل سنة في 12/1 بالتحديد 2019 وغيروا مجلس الإدارة بالكامل، اليوم أثبتوا أنهم لا زالوا مع أعضاء مجلس الإدارة رغم المحاولات والأقاويل اللي قاعد يعملونها البعض مع الأسف لتشويه سمعة مجلس إدارة والأعمال قاعد يقومون فيها. كابتن فؤاد، في هناك جمعية عمومية غير عادية في منطقة الجليب، شنو حابب تقول؟ سمعت يمكن اليوم هذه الجمعية العمومية، يعني إذا عندكم أحد من أخوانكم هناك صحافة راح وشافوا، أنا أتحدى إذا زاد عددهم عن 7 أشخاص ولا يصلون إلى 10. هذه جمعية باطلة ولا لها داعي ولا لها معنى مع الأسف، والنادي العربي موجود والصالات أكبر والملاعب أكبر، أبي أحد يقنعني ليش بنسويها بالجليب؟ نبارك بالتأكيد لأخونا مصطفى جمعة، العم مصطفى جمعة، يعني أبو بدر سبق وأن استضافناه، يعني يعتبر أحد زملائنا، نبارك للأسماء اللي تم اختيارها للجنة الانتخابية، أيضا زبير العميري أيضا من الأسماء أعتقد اللي تشارك ويانا عادة تتواصل معنا، نبارك له. أيضا الأخ فاضل الشريف أيضا أعتقد هم من الإخوان اللي يشاركون معنا في بعض الأحيان في الأمر اللي يخص النادي العربي. الاسم الثالث انا ما ادري والله اللفظ، شوذب شمساء، مؤنث صح؟ هي مؤنث. لا رجل شوذب ما تعرف شوذب، بعدين اقول لك بعد الحلقه اقول شوذب. ايضا نبارك له. واخر اسم الاخت فاطمه دشتي، نبارك لهم جميعا. يعني هذه اللجنة الانتخابية اللي اعتمدتها الجمعية العمومية. أبو علي شنو رأيك؟ والله شنو رأي، عندي رأي أقول لادي في جمعيتين عمومية وفي باطلة، وهذا يعني إحنا اللي سمعنا الكلام إن هذه باطلة الجمعية، إن هي كتاب منها يعني، وفي ناس من الجمعية يقولك لا هذه صحيحة. نعم. وفي الجمعية اللي بتي باكر كنا فيه اليوم الخميس في جمعية عمومية، فاعتقد انا والله يعني بالاشياء القانونيه ما زين. الاسعار ايش رايك يعني؟ بس خلينا نوه ابو علي ان الاخوان اتصلوا بالاخ حمد بن حيدر عضو مجلس الاداره اللي طبعا من قسم عن مجلس الاداره اللي عقد هذه الجمعيه العموميه، اساس احنا نعطي الراي والراي الاخر ونترك له المجال انه يعلق على هذه الجمعيه العموميه وحتى على الجمعيه العموميه اللي بتصير اليوم، لكن اعتذر انه يظهر او يطلع في الاعلام او يطلع في هذا الاتصال، بس عشان احنا نكون يعني صريحين مع الكل وان البرنامج حق الكل، وارقامنا ان شاء الله موجوده اذا اي طرف حاب يتصل حياه الله والمجال له مفتوح. الاسعار اللي يعني ارتفعت؟ لا والله انا مميز مميز على رايي، انا اقول انه وايد شايك نفس الاسعار، خلاك على 50 دينار بالاشتراك الجديد و10 دنانير السنوي، انا اعتقد لا مو مؤيد هالشيء هذا وايد. وبعدين يعني انت، انا اقول لك انت مثل لو الحين احنا بني مثال على مصر في مرافق تستعملها تستفيد منها بالنادي، شنو تسد عضويه ايش حقه؟ لا عندك يعني مو منشات، يعني انت مثلا تروح مثل نادي الزمالك، احنا رايحين نادي الاهلي، الانديه هذه في مرافق، تجيب عائلتك، في اماكن ترفيه، كل امور كثيره يعني ما يعني حتى اذا تدفع ما تخسر. نعم. يعني حتى لو بتطلع اهلك بتطلع عائلتك توديها بالنادي، مثل انا اقول بمصر يمكن في دول ثانيه، لكن لمصر اللي شايفه انا، لكن بالنادي شنو اكو؟ ماكو اي شيء، بس يدفع 10 دينار بالسنه على شنو؟ انه اشتراكي اي 4 سنوات يصوت لكم انتم، يعني يسوي شيء، والاشتراك الجديد انا بعد اقول 50 دينار زين، فاعتقد انه طيب. وايد، لانه ماكو شيء تستفيد منه من منشاه النادي، اي نادي، انا ما اتكلم عربي، اي نادي. نعم. ان المبلغ اللي محطوط له وايد ومبالغين فيه. طيب. دكتور. شوف يمكن وشان عرباوي، لكن احنا نتكلم
لا لا بشكل عام بشكل عام يعني احنا نرى ان العربي مقبل على يعني على سفيح ساخن. نعم الايام حبلة يعني القادم الايام اتوقع يعني متجهين الى 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 لا يحمد عقباه في نادي العربي يعني. شوف اول شيء هذه جمعية عمومية عقدت في النادي يقال ان احضروا 700 وفوق. الجماعة يقولون لا مو صحيح الكلام هذا انه مو 700 اللي حاضرين بحدود 421 تقريبا الارقام اللي وصلتني انه يقول لك فاتحين الباب اي واحد يدش الارقام اللي وصلتني انه 421 وليس بالرغم اللي انطرح انه 700 وفوق كذي. هذا غير هذا طول العمر انت تم دعوه الجمعيه غير عاديه تم دعوه لها 3 مرات من الاخوان محمد يعقوب زيل المقر اللجنه ورئيس اللجنه عبد الله محمود صفر في طلبوا موعدها في 29/12 وفي 5/1 وبكره ثالث موعد يطرح لها اللي هو 9/1 هذه الجمعيه الثانيه تكلم عنها. شوف بسعود انا اتوقع الجماعه في الطرف الثاني اللي هم 3 الاعضاء المستغلين اللي هو المضف والصفار مو مستغلين هم للحين لا وخر لا مو مستغلين بس يعني فصلوا مختلفين اوكي يعني انا ما اقدم مستغلين بس وسامح يعني انا المقصد انه ما اتوقع انه ما اقدموا إلا, الا الا هناك نص بالقانون الجديد يسمح انك انت تدعي الجمعيه غير عاديه في اي مكان. نعم. بما انك انت عضو في الجمعيه العموميه حسب ما وصلتني المعلومه زين ولا لا نعم. ولا اكدها انه يحق لك انك انت تدعي الجمعيه العموميه باي مكان. نعم ما دام انك انت عضو من ضمن اعضاء الجمعيه العموميه يحق لك انك تدعي وهذا شيء جديد علينا صراحه. نعم بس هل يسمح فيه بالقانون الجديد ام لا يسمح انا يعني طيب. ما اكد بس انا اقول شغله انا بضيف على كلام اخوي ابو علي سالفه ال 250 و300 فعلا ايش قاعد يقدم للنادي انا اشتغل جماعه القانون الجديد قاعد يحول الانديه لملكيات خاصه نزعل نرضى نقولها على الهواء نادي القانون الجديد صراحه قاعد يحول انديتنا الى ملكيه خاصه لبعض الاشخاص. بسعود شنو انا شنو دوري بسجل لي 100 شخص بكم يطلع 100 شخص 250 يعني 200 من 250 كم يطلع عسى ما شر ليش 1000 250 الف دينار كويتي ليش ادفعها شنو المردود من النادي شنو انا قاعد احصل انا وعيالي ولا انا وكذا 250 ليش عسى ما شر 300 دينار ليش لا والادهى والامر انه يعني الامانه صراحه انت الاشتراك الانتساب الجديد 250 والتجديد دينارين او 36 قالت 36 يا جماعه يعني المقصد انت تبي موارد حق النادي مو بالطريقه هذه بس انا اقول لك يا الامانه صراحه القانون بيحول انديتنا حق ملكيات خاصه حق بعض الاسر وحق بعض الاشخاص وعلى الرياضه السام طيب للامانه ابو عمر عزيز اولا من الخطا نعتبر اللي قاعد يحصل بالنادي العربي هو شان عرباوي بحت العربي كيان يهم الرياضه الكويتيه بل يهم الكويت بشكل عام للامانه يعني صحيح يعني انا معروف انتمائي للنادي القادسيه لكن نحترم النادي العربي كيانه وتاريخه ووجوده الرياضي في الكويت ما يحصل في هذا الكيان حقيقه يحزننا ولا هو من صالح النادي العربي. العربي للاسف انا اتكلم معلش يعني لا يزعلون مني يبدو ان العربي ما قدروا عليه خارجيا فدخلوا عليه داخليا. ما يحدث بالنادي العربي غير مبرر ابدا. احنا نعرف ناس يعني كانوا عرباويين 300% بس انتهت الانتخابات ما قاموا يذكرون النادي، معناته انت ما تشجع النادي العربي، ما تحب الكيان، انت رايح حق اشخاص معينين. وهذا الامر اذا ارتضينا فيه بالنادي العربي باكر راح يتكرر في نادي القادسيه او السالميه او الكويت او وهذا الامر ما يرضينا للامانه. احنا ودنا ان يعني دعوه منا احنا محبين لكيان مثل النادي العربي انزين ان تتوحد الصفوف ما بينهم. اكبر خلل اللي يصير لاي تجمع انه يصير انقسام فيما بينهم. اللي يسوي هذا الامر ما يحب النادي. نعم. ما يحب الكيان يحب الاشخاص، فهذه نعم. دعوه صادقه للامانه من القلب للاخوان في النادي العربي اخذوها من واحد يعني محب لنادي القادسيه وعاشر لنادي القادسيه لكن نحترم كيان النادي العربي، والله ما نقولها مجامله لكن قامت الرياضة الكويتية على أكتاف الأندية أولهم القادسية والعربي فيفترض أن هم يكونون درس حق الأندية الباقية في التماسك لا تسمحون لأحد أن يفتت النادي العربي من الداخل. طيب أبو محمد والله شوف أبو سعود شيء حزب بالخاطر يعني النادي العربي دائما صراع الانتخابات هذا
ما حد ودر نادي العربي إلا صراع الانتخابات. نعم. قائمة ضد قائمة، ناس ضد ناس. يعني نتمنى والجميع وإن شاء الله يحبون النادي العربي. يعني تخيل أنت لو يتحدون هل القوام هذه أو الاختلاف هذا ما حد راح يقدر يصب عليه. ما حد راح يقدر على النادي العربي. نعم. لكن النادي العربي قاعد يضرب بسبب الاختلاف، أعضاء مجلس إدارة، في اختلاف جمهور، في اختلاف شنو جمعية عمومية بجلب الشيوخ. النادي العربي وينه؟ النادي العربي كل من يعرفه وكل من يدله. جمهور غير 11 عضو مجلس إدارة، حط 11 عضو جديد، ما يقدر هالجمهور هذا اي ويحل الخلاف اللي موجود بالنادي العربي؟ اكيد انه يقدر، واكيد انه يقدر هم يلغي الجمعيه العموميه سواء بالنادي العربي او الثانيه، ويقدر يصالح الاعضاء. نعم. اذا كان يحب النادي العربي لا لازم يصالح الاعضاء بينهم وبين بعض. شنو الاختلاف؟ انا بروح لفاصل، بس قبل الفاصل اخونا المهندس محمد الخرس يقول يا جماعه الخير فوضى كبيره من الطرفين في الاداره، ما يصير النادي العربي بيلعب نهائي والجماعة جمعية عمومية كل واحد بصوب وبيانات قبل النهائي بساعات، رحموا القلعة الخضراء وابتعدوا عن التكسب وراء هذا الكيان الأخضر. قبل أروح حق الفاصل أيضا أنا نسيت أعزي أخونا العزيز وحكمنا أيضا وليد الفرج، الحكم الحبيب الخلوق أيضا بوفاة والده، عظم الله أجرك أخوي وليد، وإن شاء الله أيضا الله يرحم والدك ويسكن فسيح جناته. نروح لفاصل وبعدها سنعود. حياكم الله ويانا وصبحكم الله بالخير. بناخذ بعض الاتصالات الهاتفية. ترى الاخوان يعني بلغوني ان اغلب الانديه زادوا ترى اشتراكاتهم، زادوا تجيك من المغاسيه ومن هذا غلط. هذا غلط ترى على فكره، بس ما اتكلم عن العربي، انت قلت كل الانديه صحيح. لا يعني انت لو في المنشات مستفيد منها. نعم. ليك انت وعائلتك تقول عدل سوي الانديه كذي. نعم. بس ليش الانديه خلكم على شيء موحد؟ سعود احنا نتكلم عن المبدا وليس نادي ولا شيء، احنا نتكلم عن العموم. احنا تكلمنا عن العموم. نعم. قلنا زياد اذا انت بتزيد، اذا بتزيد عطني خدمه مقابل زيادتك، عطني خدمه، بس انا قاعد اجي حق النادي اظلم. والله دكتور ما في اي شيء بصراحه، يعني هي اللي صابت صراحه. انا اللي قلتها انت انه للاسف القانون الجديد حول الانديه من ملكيه عامه الى ملكيه لاشخاص ولافراد. للاسف صراحه اللي اعرفه انه في قضيه على نادي كاظمه وسب زياده الاسعار من بشار العسعوسي. بشار العسعوسي رفض، فما انتهت للحين. نعم. عموما احنا بناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه. ابدا بس خلينا نخلص كادر الاعلانات مع مخرجنا وراح ناخذ اتصالات مشاهدينا. ادري اتصالات كثيره. يعني انت الحين المسد على الخدمه هذه، يعني قصدي على الزياده، شنو المستفيد؟ شنو الايراد حق النادي؟ يعني هذا حق النادي بطل يغزل. انت ليش تكلمني انا اني فعل لجان التسويق عزيز بالنادي وتوفير عندك استثمار الحين. طيب اخذ اخوي ناصر. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا اخوي بالسود. حياك الله يا اخوي. حييك وحيي المشاهدين والمستمعين والحضور جميعا. حياك الله. اول شيء مبارك لنادي الكويت بحصوله على المركز الاول لكاس سمو ولي العهد، وثانيا نقول هاردك وجود لك لرئيس النادي العربي واعضاء مجلس الاداره بحصولهم المركز الثاني، وجود لك لبناء فريق واحد لقدام ان شاء الله يكون عزما وافضل باذن الله. نعم. وثانياً شهادتي مجروحة بهالمجلس الإدارة، وأنا مو ملم بالقوانين بزيادة، يا ريت في دنيا واي حد يفيد، يا ريت هذا مقترح أنا كعضو جمعية عمومية بالنادي العربي، لأن يا ريت تعطيني ثواني بس مساعد. تفضل. دام فضلك، يعني هذا مقترح، النادي العربي ما يوقف على أشخاص. واتمنى. نعم. انا بالعض جمعي رئيس النادي واعضاء الاداره
بهالمقترح للجمعية العمومية للنادي العربي، ان النادي العربي ما يوقف على اشخاص. نعم. اشخاص تحارب النادي، يا ريت نطرح فيهم الثقة، اذا ينفع يكون تكميلية ونجيب اشخاص غيرهم مكملين لمجلس الإدارة. طيب، وهاي شهادتي يمكن مجروحة، لانه عبيد مسعود. نعم. عزيز عاشور. طيب، يقولون هذا عشان اخوه ولا شيء، لا انا لا، أنا لا وهو ولا غيره. طيب، مشكور يا اخوي ناصر، اختلف معاك في نقطة، يعني بدال ما هذا المقترح ان تقترح ان في ناس مثلا تجمع الثلاثة مثل ما قالوا الاخوان واخوي صالح، وتعيد المياه الى مجاريها وترد الامور كما كانوا مثل اول 11 عضو على قلب واحد، همهم النادي العربي وخوفهم على النادي العربي. لا، والمشكلة من القائمة واحدة. نعم، قائمة واحدة. نعم، اخذ اخوي العم حجي احمد، صبحك الله بالخير يا عم ابو يونس، وايضا نبارك لك ايضا ملكة ولدك وبالبركة ان شاء الله. يا هلا ابو سعود، مساكم صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور يا ابو سعود. انا عندي اقتراح، بس ارجو ان يعني يمكن اكون على خطا ولا صواب، بس ارجو لكم لان ما في وقت اشرح اكثر. نعم. فطال عمركم احنا اللي قاعد نشوف كل المشاهدات الانديه والملاعب تتسمى مثل اكثر شيء اتلاحظه بسام الشيوخ وهذا. فانا اتمنى يعني اي منشاه جديده تبني مستقبلا، سواء ملعب يد ولا قدم ولا اي صاله سله، ان يحطون اسم احد من الواعي اللي يخدمون الكويت، الكره اللي توفاهم الله، مثل عندنا الله يرحمه فاروق ابراهيم. يا ريت اذا ملعب يبنون يحطونه باسمه. طبعا شيوخنا على راس وعينه، لكن شيوخنا اكبر يعني، هم اكبر من اسم ملعب يا شيء، اسم نادي. ترى هذه الانديه هي متبنيه هالموضوع عن ابو يونس، يعني لو تلاحظ انديتنا كلها الان صارت فجحان هلال المطيري، صارت في ملعب فاروق ابراهيم، في يعني هذه الامور تتبناها الانديه ترى. اي هذا اقول انا، هذا قصدي، بس انا ما اقدر اشرحك. مثل عندنا نادي الشباب، يعني نادي الشباب، ملعب نادي الشباب المفروض يحطون اسم احد الوعي اللي يخدمه النادي. نعم. مثل احمد جعفر الله يرحمه وطارق. نعم. يا ريت انا اقصد المشاهد اللي راح تنبني. نعم. يعني ان المناطق يحطون اسامي ناس ان شاء الله، يعني ان شاء الله رياضة. ان شاء الله ان شاء الله يا عم ابو يونس، شكرا لك. اخذ اخوي عباس، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي الطيب. يا حياك الله. الله يحييك. انا اصبح على جميع الحضور. امس كنت حاب اني اكمل كلامي، بس استغربت وقت وايد من البرنامج. الحين على السريع عندي بس شغلتين فيهم. تفضل. علي مقصيد يوم ما الجمهور تكلموا عليه وقالوا له اعتزل. نعم. ليش ما حد طلع من الاداره وقال بأن المدرب اجتمع وياه ساعة لروح يقنعه أنه يلعب المباراة السالبية والقادسية، وقال له أنا متعور وما أقدر، لازم تلعب. اسمح طلع قال هذا صار مع المقصود، اجبر أنه يلعب دقة، اجبر يلعب المباراتين هذول. اسمح طلع وتكلم عليه قال والله أجبرناه أنه يلعب المباراة السالبية والقادسية اللي كان هو كويس وهم تعبان. وثاني شيء يا أبو حيث، أقسم بالله لو علي مقصيد كان في قمة عطاء، مع العلم أنه هو من أفضل الموجودين حاليا، ما كان تعامل بهذه الطريقة. نعم. شكرا لك أخوي عباس. يعني إحنا موضوع علي مقصيد يمكن اليوم الثاني على التوالي تتكلم فيه. إحنا نتمنى يكون في بيان من الإخوان في إدارة الفريق، بيان واضح، والله ترى موضوع علي مقصيد واحد اثنين ثلاثة، أو علي يطلع يوضح ويفسر الموضوع، يبرر الموضوع، عشان ينتهي الموضوع. يعني كل يوم تطلع سالفة، أنت الحين جبت لنا سالفة جديدة، إنه اجتمع مع المدرب والمدرب قال له غصبا عليك تلعب، وهو قال له أنا متعور وقال له لازم تلعب. هذه أمور يعني أول مرة أسمعها صراحة، وأول مرة أدري عنها. يعني ما هذه أمور المفروض تكون داخل يعني بين اللاعب وبين المدرب، وإذا يمكن يدري فيها الجهاز الإداري. ما ادري، انا ارجع واقول هذا الموضوع لازم يحسمون الاخوان في الجهاز الاداري في النادي العربي، وعلى راسهم العم علي مندني ابو عبد الله، اعتقد هو قادر على حل هذا الموضوع وانهائه بشكل نهائي. اخذ اخوي سويلم، صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالخير. يا حياك الله. بخير. انا جدا زعلان، امس مو قادر انام باللي صار النادي العربي. يعني القلعه الخضراء متى راح ترجع؟ هذا حلمنا احنا.
متى ترجع بطولات؟ لمتى قاعد يصير فيه بالفريق هذا؟ فريق كل ما قاعد يضعف، متى راح يتوافقون؟ متى راح يرجع بطولات هذه؟ متى؟ طيب من كم سنة يعني؟ زي أخوي. ألو. وياك نسمعك يا أخوي. تعال. إيه. ويعني أمس كان مستواهم حلو وحارسهم بدع حيل بشكل مو طبيعي، لكن متى راح نستانس ونرفع الكاس؟ ترى النادي العربي خلاص زهقنا، تعبنا من احنا قاعد نصير فيه. الكويت طلع والقدسيه استانس، وحنا لمتى قاعد نحتفل وقاعد نروح الملعب على الفاضي؟ تعبنا احنا من النادي العربي، تعبنا حيل تعبنا. خل الاختلاف يكون اتفاق ونستانس الجمهور الاخضر، ترى جمهورنا يستانس يستاهل. قاعد تصير ترسيم مو طبيعي والله. نعم شكرا لك يا اخوي سويلم، شكرا لك. اخذ اخوي تركي مكمي اخونا العزيز، طبعا هو رئيس اللجنه الانتخابيه في نادي الجهره، وانا يعني طلبت من الاخوان لان اليوم قرينا ايضا تصريح حول اللجنه الانتخابيه ومجلس الاداره في نادي الجهره، وايضا موضوعه تقريبا يعني خلينا نقول هو من ناديين العربي والجهره عندهم شوي مشكله في 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 موضوع مجلس الاداره. استاذ تركي صباحك الله بالخير، يعني اليوم في خلو مقعدين في نادي الجهرة بعد استقالة العضوين وليد السلامة وأيضا أخونا محمد علي، إلى الآن لم يتم يعني الدعوة إلى انتخابات تكميلية، وخاصة أن هذا الوضع مو طيب في حق نادي أنه يبقى خلو مقعدين، وخاصة أن عندهم مناصب، يعني أعتقد وليد السلامة يمكن أمين صندوق، فبالتالي يعني هذا منصب تنفيذي. شنو السبب في عدم الدعوة لانتخابات تكميلية يا أخوي تركي؟ صبحك الله بالخير وصبحك الله بالخير الضيوف اللي عندك في الاستوديو، حياك الله. الله يخليك. بالنسبة لانتخابات نادي الجهرة، طبعا الأخوان بنادي الجهرة أرسلوا كتاب رسمي للجنة، نعم، يطلبون فيه عقد جمعية عمومية لانتخاب عضوين مكملين، نعم، وحددوا التاريخ 22/2 لإجراء الانتخابات. نعم. بس طبعا أخوي عبد العزيز والأخوان، المادة 45 أو 43، نعم، هذا تحديد الموعد وإجراء الانتخابات حق أصيل للجنة الانتخابية بالناس. زين. ومفروض أنه يكون الكتاب بدون تاريخ وبدون كذا. السبب الآخر أخوي عبد العزيز، نعم، أنه الأخوان المستقلين استقالتهم مسببة، هذه واحدة. الشغلة الثانية أنه الأخوان مقدمين إلى هيئة النزاهة شكوى، نعم، رسمية بحق مجلس إدارة النادي، وشكوى أخرى للهيئة العامة للرياضة، ويطلبون تحويلهم إلى النيابة العامة. فالأخ حمود المدير العام للهيئة طبعا بناء على الشكوى حول كتاب الأخوان وليد السلامة محمد علي إلى النيابة العامة، وهذا طبعا يعطينا شوي أن نتأنب في إجراء الانتخابات. الشغلة الثانية لأنه موعد التاريخ اللي يطلبوا فيه انتخابات يصادف طبعا موعد تسديد الاشتراكات اللي هو 22/2 اللي هي تبدا من 1/2 الى 30/3، نعم، وهذا الوقت غير مناسب لاجراء الانتخابات. نعم. بس يقال عفوا اخوي تركي، يقال بان هناك ماده ايضا يعني تقول مو من صلاحيه اللجنه الانتخابيه تحديد الموعد. لا، من صلاحيتنا وحق اصيل لنا. هذا من صلاحية اللجنة الانتخابية تحديد الموعد والإعلام بالجرائد الرسمية. بس انا اعرف ان انتم فقط يعني تشرفون على الانتخابات وتدعون الى الانتخابات فقط. احنا نشرف وندعي ونحدد التاريخ. من يدعي هو يحدد. هم الجمعية العمومية. زين، اذا هذه القضية طولت شلون يعني بظل المقعدين فاضين؟ تدري انت القضايا تطول يا اخوي تركي، يعني اذا محولين الموضوع الى النيابه، والنيابه بعدين تروح محكمه، يعني يطول الموضوع. بعدين احنا ما يعني ما ودنا حتى اخوي عبد العزيز، نعم، العضوين المكملين الان لو فرضنا لا سمح الله انه تم ادانه مجلس الاداره
وتحويل النيابة وتم حل المجلس. نعم. العضوين اللي دخلوا هذيل بالانتخابات التكميلية نعم. راح ينطبق عليهم الحل وهم نعم. ما لهم ذنب بالموضوع يعني. طيب. فهذه يعني إجراءات وإحنا إحنا يعني لازم يعرف الإخوان سواء اللي عندك في الاستوديو أو الإخوان في مجلس إدارة نادي الجهرة وأعضاء الجمعية العمومية في نادي الجهرة ومحبين النادي إنه إحنا ما لنا مصلحة في التعديل أو كذا. طيب. فقط نبي يعني نحقق العدالة سواء بالانتخابات أو للأعضاء اللي راح يدخلون تكويني. نعم. شكرا لك اخوي تركي مكمي رئيس اللجنه الانتخابيه في نادي الجهرة على هذا التوضيح، والمجال مفتوح للاخوان في مجلس اداره نادي الجهرة، واي احد من اعضاء الجمعيه العموميه حاب يعلق ويعقب المجال له مفتوح. اخر اتصال اخوي نشط، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا ابو سعود. يا حياك جميعا. طبعا نشيد بالكابتن محمد كرم ونثني على كلام الخليل البلوشي المعلق، لان الكابتن محمد يستاهل كل كلام طيب، ورجال يعني خبرة ومن الناس اللي لهم يعني قيمة رياضية كبيرة ترى، وللأسف أن النادي العربي مو مستفيد منه بصراحة. أوه يعني وفي مثال كثير على ذلك يعني. طبعا نبارك نادي الكويت ونقول هذا حق النادي العربي. طبعا نادي الكويت كان الأفضل وكان هو الأقرب في المباراة نفسها، لكن كان في شغلة ما حد أشار لها من حتى المحللين كلهم. تفضل. لو 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 كان علي خلف أو الموسوي موجود بالثلث ساعة الأخيرة ترى نادي الكويت كان ضاغط ورمى بكل أوراقه. حسين حاكم وفهد حمود رشيدي لاعبين ما عليهم أي كلام يعني، لكن بطء بطء عندهم بطء كبير أكثر من كرة. اللاعب البرازيلي كان ممكن إنه كان ممكن إنه يخترقهم ويسجل، لكن ما عنده المهارة اللي موجودة عند علي خلف أو القوة اللي عند الموسوي. فكان ممكن ترى، لكن وانا مستغرب ان الكابتن وليد نصار مو منتبه على الشيء هذا. نبي نشيد بحميد القلاف نقول له يعطيك العافيه، وعبد الغفور هذيل من افضل الحراس بالاضافه للرشيدي، لكن كان توفيق بحق القلاف. طيب شكرا شكرا لك اخوي نشت. قبل اروح حق الفاصل بس خل نروح حق التكريم اللي اقام اليوم. انت بتعلق انت بتعقب على شيء؟ كنا حسين الموسوي كنا اليوم لا، ويقول يعني وقت المباراه انه لو كان موجود يعني لا صدق حسين الموسوي انا يعني حتى انا اقول لو كان بديل ويمكن ينزل يكون يسوي شيء بدفاع الكويت صدق امانه. نعم. بس احنا بعد راي المدرب نحترمه، لكن انا اقول كان يمكن لو حسين الموسوي كلاعب في ربع ساعه ولا اخر ساعه يمكن يسوي شيء امانه. نعم. خل نروح حق التكريم اللي اقامه رجل الاعمال سيد سامي علي الدبوس، مشكورا ابو غانم يحرجنا الحقيقه دائما في تكريمه. ما شاء الله تكريم مره واحده مره واحده ايش تبي؟ تبي مره ثانيه بعد؟ ابشر بالخير ابشر خير يا معلم. امانه الاخ ابو غانم والاخ ابو خالد ايضا عبد الله العدواني، من بعد اعلاننا عن نتيجه دور الثمانيه وايضا دور الاربعه كلمني شخصيا ابو خالد قال متى بتكرمون الشباب ما يصير تاخرنا عليهم؟ قلت له والله بناء على رغبة الإخوان في نادي الكويت هم اللي يعني طلبوا التأجيل شوية، لأن تدري بعد دور الثمانية كان عندهم تجهيز لدور الأربعة، بعد دور الأربعة أيضا كان عندهم التجهيز للنهائي، فكانوا في معسكر داخلي وكانوا في تدريبات، فما حبوا يطلعون اللاعبين من أجواء التحضيرات والتجهيزات. فاعتذرت الأخ أبو خالد واعتذرت الأخ أبو غانم، ومشكور مرة أخرى يعني حرصك أنه لابد ان التكريم يكون سريع وبشكل مباشر، هذه اشاره واضحه ان هدفك تكريم اللاعبين ودعمهم قبل اي امر اخر. فاليوم او امس نقول تم تكريم عبد الله البريتشي وفيصل زايد من الاخ سامي الدبوس شخصيا، وكرم الجائزه النقديه. نشكره على حرصه يعني اكثر من المكرمين نفسهم يعني. صحيح صحيح. اشكرك ابو غانم. اي والله اي والله. عموما الزميل خلف العنزي، وخل اشكر اخوي ايضا احمد الفرهود واخوي عادل عقله، حرصوا ايضا على يعني ترتيب الموعد ومساعده. احنا يعني شخصيا ما عندنا ارقام اخونا عبد الله وفيصل، فتم التواصل مع اخونا احمد واخونا عادل عقله، وامانه كانوا متجاوبين وهيئوا الامور كلها لتكريم اللاعبين اللي تم اختيارهم من قبل محللي برنامج الدير.
أشكر أبو غانم الأخ الكبير سامي على الدبوس على هذه الجائزة، مو غريبة عليه دعمه للرياضيين إخوانه وأبنائه، يعني من عائلة معروفة ويشهد لها صراحة في الساحة الرياضية. نشكر على هالبادرة هذه الطيبة، تعطينا دعم إحنا كلاعبين، تعطي كدافع اللاعبين الكويتين هذه الجوائز، وبإذن الله إن شاء الله يعني نطمح الأفضل إن شاء الله. أبو سالم، كأس ولي العهد فزتوا فيه، نبارك لكم. بعد ما نبارك لكم، شلون شفت العربي؟ صعب والله، يعني شوف العربي يمكن أمس شفناه بصورة مغايرة عن بداية الدوري. صراحة كان في تنظيم دفاعي على مستوى عالي، صحيح يمكن ما كان في يعني كرات كثيرة اللي خطرة، لكن يعني كتنظيم دفاعي فوق الممتاز. يعني احنا عانينا ان نخترق سواء من العمق او من الطرف، كانوا يعتمدون على المرتدات، عندهم لاعبين اسرع. صراحة يعني النادي العربي اذا استمر في هالمستوى هذا ممكن يحقق شيء في هالموسم هذا. جائزة افضل لاعب على نهائي كأس سمو ولي العهد، جائزة سامي علي الدبوس، منو بيفوز فيها؟ والله كان بوجهة نظري بين حميد وبين سليمان، صراحة صعب اختار، لكن كون حميد انه رجح كفة نادي الكويت اختار حميد القلف. بداية حاب اشكر الاخ سامي دبوس على دعمه الرياضيين، يمكن محتاجين الجوائز هذه، يمكن اللاعب الكويتي محتاج لنفس الجوائز، خاصه يمكن الدوري شوي يمكن ظالم حق اللاعبين، يمكن الجوائز الفرديه هذه يحتاجها اللاعب، يمكن ترجع اثرها على المنتخب، نقول يعطيه العافيه. فيصل، مركزك الجديد انت مرتاح فيه وابدعت فيه، هل مع المحترفين الجدد العراقيين الاثنين راح يرجع فيصل حق مركز غدي؟ يمكن المركز صانع اللعب او تلعب طرف يمين او يسار، يمكن صانع اللعب ارتاح له اكثر، ما يغيدك بالادوار الهجوميه او الدفاعيه، يمكن اللاعب داخل الملعب يشوف نفسه المساحه هذه فاضيه يقدر ياخذها، غير ان انت يسارك خط ويمينك مساحه الملعب او يمينك الخط ويسارك مساحه الملعب. لكن الحمد لله يعني طلعت بالمستوى المطلوب من كابتن وليد نصار، تفهم الموضوع هذا وجاء قاعد معي قال لي انا بلعبك بهالمكان، وقلت له انا لاعب كره قدم كذا وتلعبنا اي مكان انا ما عندي مشكله. للامانه انا اشوف انا صوت الاثنين، يعني اخوي سلمان عبد الغفور واخوي حميد القلاف، يمكن لو اي تسال اي لاعب او اي مشجع ما راح يختلف على هذين الاثنين. للامانه كل حميد القلاف يمكن حقق البطوله، وسلمان عبد الغفور قدم مستوى طيب لكن ما حالف الحظ. انا اشوف ان يمكن حميد القلاف يستحق انه حقق البطوله. مرة أخرى شكرا لأخونا سامي على الدبوس، شكرا للاعبين أيضا وحضورهم وتواجدهم، بالتأكيد أيضا يفرح بغانم خاصة يعني لما تكرم شخص ويفوز الشخص ويحضر وتكرمه، يعني هذا أمر أيضا يسعدك. أشكر أخوي أحمد الفرهود مرة أخرى، وبانتظار الفائز إن شاء الله بمباراة النهائية، إن شاء الله بانتظار توقعات محللينا، يمكن فيصل وعبد الله بريتش اختاروا حميد القلاف، احنا ننتظر زملائنا المحللين نشوف شنو راح يقولون ونتعرف على الفائز ان شاء الله، ويكرم ايضا من اخونا ابو غانم. خل نروح حق فاصل وبعد الفاصل سنعود. حياكم الله ويانا. سريعا قبل لا اروح حق موضوعنا الاخير في حلقتنا، عندنا مداخله هاتفيه من اخونا حامد العلي نائب رئيس العلاقات العامه في النادي العربي، حاب يتداخل معانا. حياك الله يا اخوي حامد، صبحك الله بالخير، تفضل. خير، اصبح عليك وعلى الحضور الكريم. يا حياك الله. مشكور اخوي عبد العزيز على اتاحه الفرصه. انا سمعت كلام اخونا الدكتور محسن العنيدي وكذلك تعليق الكابتن محمد كرم فيما يخص الجمعيه العموميه التي اقيمت في النادي العربي. نعم. معقل العرباويه. طبعا هذه الجمعيه العموميه التي اقيمت بطلب من اعضاء الجمعيه العموميه لتعديل بعض مواد النظام الاساسي.
وصارت عليها التعديلات بحضور العدد المطلوب اللي هو 500، وطبعا فاق ال 500 بكثير، وصل الى 1000 و1200 و1400 بحسب الصحف اللي ذكرت وغطت الجمعيه العموميه. دكتور محسن يقول 421 حسب المعلومه اللي عندي. 421 ما تحتاج الا انك تمسك عداد بايدك وانك انت تبدي تعد ل 421، لكن ما يحتاج اساسا. انا باسم العلاقات العامه في النادي العربي مستعد ازود البرنامج الان اذا تبون بصور وفيديوهات خاصة بتغطية الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت في النادي العربي بتاريخه، حتى أثبت للجمهور الكريم عدم صحة ما يرد عن هذه الجمعية من بعض الأقاويل اللي هم من خصوم هذه الجمعية ممن لا يريدون المصلحة العامة للنادي العربي. هذا واحد. اثنين، بوعلي كذلك تعلق على كلام الدكتور محسن العنزي بأن في ناس كانت تدش أثناء الجمعية العمومية. شوف بوعلي حبيبنا وعزيزنا، احنا من ايام الجامعه واحنا ندير جمعيات عموميه عاديه وغير عاديه، يجيب لي قانون يقول لك بان الجمعيه العموميه هذه التي اقيمت في النادي العربي هي جمعيه عموميه غير صحيحه ولم تاتي بالرقم المطلوب. هذا انا ما قلت، انا ما ادري ايش دراني عنكم. انا سمعت كلام. لا انا اقول لك عشان تكمل، انا سمعت كلام يقولون انه في كتاب، يعني بي كتاب من الهيئه انه باطل الشران، يعني لا اعرف القانون. لا هذه ابو علي لا تعتمد على الاقاويل ابدا، بالعكس انا باسم النادي العربي. انا ما لي شغل، انا لا لي شغل، لا رحت الجمعيه العموميه هذه ولا رحت ولا جمعيه. ما عندي وقت والله. لا عندي وقت. تفضل. انا باسم العلاقات العامه في النادي العربي وكذلك باسم مجلس اداره النادي العربي احب انوه للجمهور العرباوي الكريم بانه الجمعيه العموميه غير العاديه والباطله والغير قانونيه التي ستقام غدا هي جمعيه عموميه غير قانونيه ولن تقام، لان اللجنه الانتخابيه التي تم اعتمادها من قبل جمعيه عموميه غير العاديه التي اقيمت في النادي العربي قد الغيت وتم اختيار لجنة انتخابية جديدة. طيب. فأي أمر يحصل يوم غد هو باطل وغير قانوني. وهم يقولون عنكم أنتم بعد باطل، وهم يقولون عنكم بعد لا يمكن لأي لجنة انتخابية أن تدعو بحسب نص المادة 20 إلى جمعية عمومية غير عادية. من يرأسها ويدعو لها هم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العربي. لازم نتابع القانون وننظر إلى القانون حتى نتكلم بشكل قانوني أبو علي. طيب انا ما ادري. طيب انا برد عليك، برد عليك. انتم تقولون باطله وهذول يقولون باطله. زين لحظه، بشكل سريع اخوي، سؤالك بشكل سريع اخوي حامد الله يحفظك. تفضل دكتور. اول شيء طول العمر يعني اسمح لي بالكلمه، يعني ناقل الكفر ليس بكافر. تفضل وياي الموضوع وما فيه. طال عمرك انا قاعد اقرا، اسمع من الطرف هذا واسمع من الطرف هذا. هذه مش وجهه نظري ولا لي انا دخل لا من قريب ولا من بعيد نادي العربي. بالعكس انا اتمنى الصلاح والفلاح للاخوان في نادي العربي وان الله يجمعهم خلف نادي العربي. دكتورنا الكريم خليك فضلك بس اقول. عفوا بس لا لحظه حامد، حامد لحظه بس استاذ حامد اذكر نقطتك بشكل مباشر. ما شاء الله تكفى الله يخليك، لان ما عندي وقت. دقيقتين وما تبي نرد يرد قاعد تقول له بالصلاح والامانه. لا دش بالعيال، دش بالنقطه على طول. ما يصير يا عزيزي، دش بالنقطه مباشر. انا بقول لك شغله اخوي حامد، اول شيء طول العمر انا قبل اليوم اعطوني المحاور مال هذا فدقدقت على الاخوان العرباويه وكذا، هذا اعطوني المعلومات هذه، قد يكون معلوماتي غلط معي ولا لا. بس انا اقول لك شغله، الايام الجايه قلت لك انا اتمنى ان الله يوفق نادي العربي ويجمعهم على كلمه واحده. وهذا انت بكره تقول لي باطله مو باطله، من يحكم؟ خليني اتفضل اخوي حامد عشان ما نطول. من يحكم يا طول العمر هو القانون، لا اجتهاد في ظل وجود نص عدل او معدل. انت اليوم عقدت جمعيتك العموميه قلت انت صح وحضر فوق الألف او كذا هذا، وانا كلامك ما عندي خلاف فيه، وعلى فكره ترى يكون معلومك. انا حاولت استمد اي معلومه، ترى توه وصلني اخوي حسين علي عاشور وقال لي وضع. نعم. قلت له ابشر اوريك الواتساب الحين معي ولا لا. نعم. بس انت سبقتني جزاك الله خير اللي خليتني. طيب. ارد عليك واوضح. طيب يا دكتور تعليقك بشكل سريع حامد، تكفى ما عندي وقت. ما يحتاج اخوي، انا ما لي خلاف وياكم ولا خلاف مع غيركم. حتى كلامك لا يجتزئ ويفهم منه انك انت ضد. لا 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 بالعكس عزيز، اسمعني خليني اقول شغله في المداخله حتى ابين. لا لا طيب. بعد عمري عزيز وربعي اخواني وربعي واتشرف فيهم من صغيرهم لكبيرهم، من اكبر عضو لاصغر عضو، ربعي واخواني. وانا قلت لك انا ماني طرف في موضوع نادي العرب بتاتا. طيب شكرا لك اخوي حامد العلي، نائب رئيس لجنه، نائب رئيس العلاقات العامه في النادي العربي.
واكرر مره اخرى ترى احنا كلمنا الاخ حمد بن حيدر وقلنا له اذا حاب تدخل كونك احد الاطراف الثلاثه، لان انا امانه ما عندي رقم لا اخوي ناصر الصفار ولا الاخ الثالث ايش اسمه المضاف، ما عندي لا رقم الاخ المضاف ولا عندي رقم الاخ الصفار، فطلبت من الاخواني بهذا رقم حمد بن حيدر كلموه عشان اذا حاب يدخل مداخله. قال انا اعتذر ما ابي ادخل مداخله، فهذا للتوضيح اكرره المره الثانيه عشان لا البعض يقول والله دخلون من الطرف ودخلون من الطرف، دائما هذه السيمفونيه دائما موجوده للاسف. عموما نروح حق موضوع اخر. الكلام ترى يعني احنا الكلام نسمع الحين مثل ما يقول ان هذه الباطله ذا يقولون باطله، ما ادري انا لا رحت الجمعيه العموميه ولا رحت الجمعيه العموميه. وامانه ترى اخوي حامد ترى الدكتور مو دفاعا عنه لكن قال انا في ناس قالوا في حضور 500 وفي ناس قالوا حضور 421، فالريال نقل المعلومتين اللي عنده لا ما نقل 700 انا قلت 700 المهم يعني 700 وفوق قلت راي كذي وقلت راي كذي. عموما خلينا ننتقل لموضوع اخر يتعلق بشكل سريع ان شاء الله يمدينا. في استقاله حصلت خلال الفتره الماضيه لم تطلع في الاعلام كلها استقالات اي والله لم تطلع في الاعلام. اليوم يعني احنا نتشرف صراحه دائما يمكن الامور الحصريه يزودوننا فيها بعض الاخوان مشكورين. الاستقاله اللي تقدم فيها الدكتور احمد عبد الحميد مدير اداره التطوير في الاتحاد الكويتي لكره القدم قديمه ولا لا هو قدمها من زمان بس ما طلعت الاعلام، وحاولنا حقيقه ان كلمنا الدكتور احمد اكثر من مره انه يكون معانا في يعني في البرنامج ودائما يعتذر. عموما الاستقاله المسببه شو تقول بالنسبه لي الدكتور احمد عبد الحميد يقول بدايه اتقدم شخصكم كريم موجه حق الشيخ احمد اليوسف، يقول نظرا لما آلت إليه ظروف العمل في اللجنة الفنية والأجواء الغير مناسبة وغير صحية التي لا تساعد على العمل والعطاء والتدخل بصورة غير لائقة وحجب العديد من الأمور التي تتعلق بصميم عملي والواجبات المنوط بها حسب عقدي المبرم كمدير فني مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم سواء في الأمور الإدارية أو الفنية وتهميش دوري في العمل من قبل أعضاء اللجنة الفنية والمغالطات الكثيرة والادعاءات الغير صحيحة وأعطاء التوجيهات من قبل نائب رئيس اللجنة للتدخل في عملي كمسؤول عن الدورات التدريبية والمرتبطة بالاتحاد الآسيوي والدولي، وحيث أن بيئة العمل غير مناسبة لتحقيق أهداف العمل وللصالح العام أتقدم باستقالتي من العمل كمدير فني ومدير التطوير في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. نوه أن هذه الاستقالة تظهر للإعلام لأول مرة وتظهر عن طريق برنامج الديربي. أبو علي تقريبا نفس الاستقالة اللي تقدم فيها أيضا اليوم العم صبيح أبو رئيس لجنة الحكام ونفس الاستقالة اللي تقدم فيها أخونا معن الرشيد، ثلاث استقالات جابر بيئة زيكي. العمل جابر تدخل جابر زين إنه ما في انسجام بينهم جابر زين يعني هذا يعني جابر الزنكي أيضا يعني يعني مبين إنه ما في انسجام بينهم أمانة العدل فعلا يعني التدخل وهالامور هذه وقاعد يعني مو ان توصل والله خلاف وترى ماكو مجلس اداره ماكو اجتماع ماكو اي اداره على رياضيه والغير رياضيه لازم يصير في خلاف يصير اجتماع بس هني قاعدين قاعد يعني يصير على علن وقاعد واحد يتكلم على الثاني واحد قاعد يكشف يعني قاعد يكشفون اوراقهم امانه فاعتقد انه اكيد ما في انسجام ومشكله هذه شلون يشتغلون. الاسماء اللي طرحت في الكتاب إذا حابة ترد أتمنى مخرجنا بس يحط الأرقام عشان أيضا نعطي المجال للإخوان للرد سواء في اللجنة الفنية نائب رئيس اللجنة الفنية الشيخ أحمد اليوسف أي أحد من الإخوان حاب يرد هذه أرقام هواتفنا. دكتور يعني ما أدري يمكن استقالة الدكتور أحمد عبد الحميد تكلمنا فيها لكن أتكلم أنا عن الأسباب اللي قاعد تنحط في كل استقالة موجودة يعني الحين صبيح هذه ترى مثلا مرة ثانية يستغل بس أول مرة قال أنا شفوي أسبوعين لا قال شفوي هذه رسمية استغالة مسببة وهذه من الاتحاد هذيك كانت من رئاسة لجنة الحكام. دكتور تعليقك على الوضع مسعود اليوم لما تتكلم على 14 إلى 15 عضو وكل نادي له مندوب وكذا وهذا أكيد ما واضح العملية ما في انسجام زين يعني ما يميز العمل في الاتحاد حاليا هو كثره الاستغالات وكثره المشاكل وكثره الامور هذه. هني يعني نعرج على شيء يسمونه فن بالاداره، فن القياده، كل الامور هذه ما وجدت في الاتحاد هذا ابو سعود.
يعني اليوم مع الرشيد رجل تاريخ بس انا اختلف معك في نقطه دكتور تفضل. يعني يمكن البعض يختلف هم وياي يمكن انتم تختلفون معي. انا اشيد صراحه بالشيخ احمد اليوسف الوضع اللي قاعد يعيش فيه الاتحاد والاتحاد للحين يعني شغال ترى هذا مو شيء سهل. اي وضع يعني شو الوضع كل شوي واحد مستغيل ليش ليش قاعد يقولون بيئه غير صح تمام اسمح لي يعني الوضع اللي اعيشه انا من الشيخ احمد اليوسف يعني انا لو مثلا مكان واشوف هالاجواء هذه واحد يستغيل والثاني يطق الثاني والثالث هذا يشوش على امشي امشي انا ما راح يعجبني هالوضع. واذا واذا مثلا اسمح لي بالكلمه بس هذه ترى انا اشاده في ابو تركي انه قادر يقود السفينه لا لا مو لو يقود لو يقدر لا يعني احترام لابو تركي واكل كل احترام وتقدير لو يقدر يقود السفينه ما صارت الثغرات المسببه هذه خمس ثغرات بسعود خمس الى ست الى سبع ثغرات تعال خلينا نعد كنكون استغال اعضاء لجنه مسابقات استغالوا صبيح ابو الاستغال لجنه حكام استغالت لجنه حكام جمدت تدخلات الله اعلم فيها اللجنه الفنيه استغالت اعضاء استغالوا يعني شنو اي فن تتكلم قاعد تمشي السفينه اي سفينه يعني سفينه قاعد تدعم الطوفه شنو السفينه سفينه قاعد تدعم مرسى مال المينا شنو السفينه ابو سعود انا قاعد اقول لك شغله انت بالعكس انت تطبق سياسه انا والباقي في البحر انا والباقي في البحر حبيبي انت اوكي استغل محسن استغل عبد العزيز انا الباقي يعني انت انا اقول شغله اليوم اللي طلعت الاشاعات والامور على استغاله اخونا والكبير صبيح ابول ردوا عليها تدخلات ومش ما ادري قالوا مراهنات وغيره 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 وحكم قاعد يلعب وحكم ما ادري يسوي وهذا ردوا عليها يعني ابو سعود اليوم كفاءة مثل أحمد عبد الحميد رجل دكتور والنعم فيه كذا هذا أقعد وياه تعال شنو الأسباب ليش صار الوضع كذي بس أنت خلاص قدم استقالتكم غير هذا أنت اليوم لما صبيح أبو الحسن ما ذكر أنه قدم استقالته شفهية وحب يرجع قال لا ما ترجع رجع جمده اللجنة كل هذه الأمور ترى العيان إحنا قاعد يقولون الناس لنا من داخل الاتحاد نعم ما قاعد نفتري عليك بتركي بس أنا قاعد أقولك والله أنا كل احترام وتقدير أنت بيوم الأيام أنا عرفتك أيام الشهيد فهد الأحمد بالثمانينات اليوم أنت كم قاعد تكمل وأتمنى اللي أنت بيوم الأيام كنت برا الاتحاد وكنت تقوله في البرامج الرياضية أنك تطبقه ترى التاريخ يسجل أنت بيوم الأيام طلعت في أحد البرامج الرياضية وقلت لو انا اسمع في المراهنات راح اتوجه الى البنك ما في دليل المراهنات خلني اتفضل لك انا ابو اشوف انا دينك من لسانك ما في دليل لا عفوا انا دينك من لسانك عدل ما عدل نعم. انت قلت شيء طبغه انت قلت بيوم من الايام لا انا اقدر شلون تقدر قلت له انا قلت له ما تقدر نفس كلام قلت له انا اليوم عضو المسابقات اقول له ما تقدر يقول له انا اروح اطلب كتاب من البنك المركزي وكذا قلت له انت اليوم انت على راس الـ لا بس موضوع مراهنات ترى نفول اخوان ما اختلفت وياك انا قاعد اقول لك انا قاعد ايش قاعد كذا وانه ما في صحه لهذا انا ايش قاعد اقول قاعد اقول لك هذه الكلام الداير هذا الاشاعات نعم هذه الامور اللي قاعد تتداول طيب اصدر بيان انفه طيب ابو عمر يعني ما ادري اذا حاب تعلق على استغاله الدكتور احمد او استغاله العنب انا بشكل عام انت تقول ان مسيره الاتحاد او مركب الاتحاد نعم. سائر نعم. شنو الدليل ان الاتحاد ناجح او فاشل؟ احنا اتحدى اي واحد من الموجودين يعرف شنو خطه الاتحاد اساسا اللي على اساس الشارع الرياضي يحكم هل الاتحاد ماشي صح ولا خطا؟ ما قاعد اقول ماشي صح انا قاعد اقول الاتحاد ماشي ايه؟ يعني انا شو اللي اقصده؟ انا كررت نفس المعلومه قاعد اقول انا لو انا رئيس الاتحاد واشوف هالجو اللي عندي نعم. كاعضاء واحد يستغيل والثاني يكتب انه والله البيئه غير صالحه والثالث يروح يطلع ويهدني ويمشي والرابع ما قاعد امشي يعني إيه مو هذا دليل بس انا لا قاعد لا يعني عزيز مو يمشي هذا دليل يعني يمكن لو مر مثل قصد مسعود لو رئيس ثاني يمكن ينهار ما يخالف إيه. انا وجهه نظري ان هذا يعني رغبه في البقاء في المشهد الرياضي فقط لا غير تحت اي ظرف تحت اي صوره نبي نبقى احنا في المشهد الرياضي الاتحاد يمشي الاتحاد يوقف الاتحاد يستغل منه 10 15 ما عادت تفرق يخسر فريق ولا يخسر منتخب ما عادت تفرق المنتخب بطولتين متتاليتين في كاس الخليج يطلع الاخير في مجموعته ما عادت تفرق فالمؤشرات واضحه ما في محاسبه وخل الامور تمشي المهم ان البقاء في المشهد الرياضي البقاء في الكراسي
هذا الواضح بالنسبة لنا احنا. نعم. استقالة الدكتور أحمد عبد الحميد، استقالة صبي حبل يمكن أسميها المتكررة، استقالة مع الرشيد، وما تدري بعد يعالم من اللي جاي راح يستقيل، ما راح يتغير شيء طالما أن الأعضاء الجمعية العمومية 14 نادي بما في نادي القادسية، عشان لا يقولون والله تستثني نادي القادسية، راضين على هذا الاتحاد وحلو على قلبهم ما نمثل نادي القادسية شنو أيا كان. أنا أقصد شنو؟ أن أعضاء الجمعية العمومية هم سبب بقاء هذا الاتحاد. لا لا لا، نادي كاظم ودع حق الجمعية العمومية لمحاسبة الاتحاد. اي كم واحد لبالة وما حضره ولا يمكن 6 أو 7 نادي. أنا أقصد عزيز أقصد أن هذا الأمر بيد أعضاء الجمعية العمومية. طيب وجود الاتحاد في ظل الفشل الحالي يتحملون أعضاء الجمعية العمومية. شو رأيك باستغالة صبيح أبو؟ والله أنا يعني ما تهمني الاستغالة أبو سعود، ولا يهمني من استغال من قعد. أنا أتوقع الاستغالات همّا قادمة، في شيء قادم الله أعلم شنو السيناريو هذا اللي قاعد يصير. إن شاء الله قريب. مسعود انا بس بقول شغله، هذا يجرنا الى موضوع ان بيوم الايام احنا قلنا الله يذكره بخير طيب الذكر اخوي طلال فهد كان ينادي انه يا جماعه ما يصير ممثل حق النادي، ما يصير 14 15 عضو، جميع الاتحادات والانديه الكبيره تدار من 5 إلى 7 إلى 9 اعضاء وياي، يعني العدد الكبير هذا لا يمكن تنسجم وياه. اليوم احنا يعني نقول يجب تغليص عدد اعضاء اتحاد الكره صراحه 5 إلى 7، يعني تعال انت شوف نادي الريال، نادي برشلونة، منتخبات العالمية، ترى 5 أعضاء بسعود. وعلى فكرة خمسة وحط لجان، جميع اللجان معينة، جميع اللجان بما فيهم الأمين العام بما فيهم رؤساء اللجان كلهم معينين عشان تقدر تعصب. دكتور شنو كان يقال في وقتها؟ كان يقال انت هني ضد الرغبة الأميرية يا طول العمر. هذا اللي كان يقال، بس احنا نقول عشان بيوم الأيام العالم، احنا نقول هذا مبدأنا من زمان، احنا كنا نقوله يا جماعة اختار الرجل المناسب في المكان المناسب والعدد يكون قليل ومش لجانك وفق ناس تقدر تعمل عشان تقدر تحاسبها. اليوم لما انا اجي احط رئيس اللجنه المسابقات وليد الانصاري وفق راتب معين وفق عمل معين راح يداوم عندي من 8 للـ1 ومن 4 للـ9، اذا اخفق بيوم من الايام اقدر احاسبه خصم عليه كذا. بس انا اقول لك شغله، انا اليوم وياك يا وليد عضو مجلس اداره تقدر تحاسبني اذا كنت انا رئيس اللجنه؟ لا طبعا راح تجاملني. طيب هل بالفعل تاكد كلام صالح ان هذا سيناريو لحل الاتحاد؟ انا ما قلت سيناريو، انا قلت ابو عمر لا لحل الاتحاد. لا مو حل الاتحاد، حلتات في امور وايد، جمعيه عمويه تحل الاتحاد. اي هذا سيناريو في استقاله جايه، يمكن استقالتين او 3 ويطيح الاتحاد، لان اللي قاعد يصير هذا شيء مو طبيعي امانه، يعني شيء مو طبيعي. ليش؟ انه بعدين الشغله الثانيه مثل ما قال اخوان، خلى الحين الانسجام مو موجود، يعني حتى في امور ثانيه خلينا نتهاوش نتطاقد ونصير نقفل الباب، قفلنا الباب خلاص متفاهمين، نطلع برا خلاص ماكو اي شيء، داخل الاجتماع صك على نفسنا ونقول اللي بنقوله ونتهاوش ونتطاقد بعد. بس اللي قاعد يصير شيء مو طبيعي، يعني شنو السيناريو مثل ما قال بعون؟ ما ادري والله شنو اللي يصير، يا تمكن له حل الاتحاد يا عنا ممكن لنا الرياضه بروحه، الرياضه بروحه رايحه عندنا بعد، ممكن الاتحاد الغادم. انت تعرف انا تربطني في علاقه باخواني اعضاء مجلس الاداره. نعم. وانت تعرف شنو علاقتي مع علي وولد عمي احمد عقله وكذا، انا والله كلهم على عيني وعلى راسي، وكلهم ترى الكلام مش موجه للجميع طبعا، انا اتكلم، انا انتقد عمل وليس اشخاص. اليوم للامانه ما نسمع على قولتهم ان يعني سواء علي كلامي فيه يعني رايي فيه صراحه مهما اتكلم عنه اخوي وصديقي فواز، سواء فهد المطيري، احمد عقله، اخوي سالم سعدون، سعدون، احمد عجب، احمد، كلهم والنعم فيهم. بس يا جماعه ترى العمل 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 لما انت تعمل معرض انك تخطئ، يعني احنا لما انت تقعد ببيتك ما تعمل، فانت قاعد ببيتك انا شخصيه عامه. اليوم ننتقد عمل، والله العظيم لكلكم كل احترام وتقدير، اخواننا وعيال عمنا وكذا وهذا، بس احنا ننتقد عمل فقط. لا انا اقول لك لا، واحنا يعني الحين تعال احنا قاعدين هنا نتكلم، ايش نبي منهم؟ يعني واحد بياخذ مكانك تقول هذا قاعد يتكلم علي ينتقد شيء؟ لا بياخذ مكانك ولا شيء، بس اشتغلوا صح صح عشان صفق لكم. طيب انا اقول لك الاستغالات قادمه، اتوقعها كذي قادمه، في شيء عنده معلومه. لا لا ما قالت لا عنده معلومه، لا ما زين انا في شيء غادر راح لندن، راح تبين لي راح لندن ويت عندك معلومه. مو بس لندن، ما رحت لندن، مو بس لندن، مفتر اوروبا، نيس، وكان اخونا ابو سند الدوسري داز تغريده
انا ما ادري صراحه. يقول دكتور تكلم عن تصريح يوسف ناصر خلى يعرف قدره وان القادسيه خط احمر، ليش شنو قال يوسف؟ شوف انا الحقيقه حتى ابو سند وجه لي ادري ولا انا عندي الموضوع، عندي الموضوع انا اعرفه. يوسف ناصر مشاكل هني عند ابو عمر. لا والله مو بس بشكل سريع تكفى، ما عندي وقت بشكل قاعد تشرح بشكل سريع ليش مباشر ان شاء الله. بشكل سريع انا اتوقع ان يوسف ناصر يعني ما قلل من قيمه الانديه اللي كانت اللي كان يمثلها قبل. قد يكون ما وفق يوسف في توصيل الفكره انه مرتاح مع نادي الكويت وما عنده مشاكل مثل اللي كان يعاني منها قبل. كلنا ندري انه ما يلعب، كلنا ما ادري هذا شيء راجع، كلنا نعرف ان يوسف عانى من مشاكل بالسابق. هو شنو تقول شنو قال؟ قال ان انا الان مرتاح، ما كنت ما اعاني مشاكل مثل ما كنت اعاني فيها قبل. هو يعني شوف انا ودي حتى اللاعبين اللي يطلعون بتصاريح يعني يبينون ان بتصاريح منه في شيء من الوفاء حق الانديه اللي مثلوها. هذا شكل لا ما فيها ما فيها عدم قد لا 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 قد لا 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 لا. انا قاعد اقول لك قد تفهم بهذه الطريقه، بس انا اشوف انه ما فيها شيء. بس عشان خل عندك حسن نيه يبا عشان نفس الباجي اللي مو عاجبهم اختلاف بالراي ولا وياخذون سوء النيه لا لا بس شوف قد يكون بعد انه تفهم بهذه الطريقه. عزيز تاخذ حسن نيه ارفع سمعك. الناس الناس يمكن فهموا يوسف خطا. يوسف ترى بيتحدث على نيته، نعم. مو قصده يقلل ولا قصده صحيح. صحيح. ولا قصده صحيح. يعني يوسف في يوسف يعني انا مسكته كمدير فريق اعرف شنو يوسف شنو يمكن ما وصل معلومته صحيح، بس مو ما في خباثه ولا في سوء ولا في سونيه فيتكلم من حسن نيه، نعم. يمكن خان التعبير، بس لما تسمع كلامه يقول لك مرتاح. انا داخليا احنا نفتخر يوسف ناصر خارجيا مرتاح، نعم. هذه حقيقه. اي لاعب بنادي طيب. الكويت مرتاح داخليا انا شخصيا افتخر في يوسف ناصر انه مثل نادي القادسيه، واتوقع يوسف ناصر ايضا فخور انه ارتدى فريق نادي القادسيه. شكرا لك محمد كرم، شكرا لك دكتور محسن عنزي، شكرا لك وليد نصار، شكرا لك صالح عنزي، شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه كويت تريد، مطعم التسيم ومطعم سيامي اسطى، بن العميد، اطياب المرشود، ليمون لايم، شركه كويتيه لخدمات طيران، كاسكو، تولز بيتزا، هاتف 2000، دير اندير، ومعرض بريمير سبورت، وكلاء جيفوفا، وزيوس في الكويت.